بدأ تاريخ الكويت الحديث في القرن الثامن عشر عندما انتخب السكان أول أمير لهم صباح الأول. وقد عاشت عائلة الصباح في قلب شبه الجزيرة العربية، ثم هجرت من موطن أسلافها واستقرت في قرية الكويت الساحلية في الطرف الشمالي من الخليج العربي. كانت الكويت تتمتع دائما بالحكم الذاتي منذ بداية نشأتها، ويقول المؤرخ البريطاني برايد جيس إن عبد الله الثاني الذي كان شيخا للكويت في عام 1871 قد ساعد الحملة التركية في إخضاع الأحساء، وهي منطقة شاسعة جنوبي الكويت والتي تتكون منها حاليا المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وفي أوائل القرن الحالي أبرم حاكم الكويت معاهدة مع بريطانيا، وفي مناسبات عديدة أعلن الحرب ضد رؤساء القبائل المتحالفين مع الإمبراطورية العثمانية. وقد انتهت المكاتبات المتبادلة بين الكويت وبريطانيا بإعلان الكويت دولة مستقلة استقلالا تاما وذات سيادة في 19 من يونيو عام 1961، ثم انضمت الكويت فورا إلى جامعة الدول العربية، وبعد أقل من سنة أصبحت الكويت عضوا عاملا في الأمم المتحدة بإجماع الأصوات. ودولة الكويت تقع في الرأس الغربي للخليج العربي، وتحدها من الشمال ومن الغرب جمهورية العراق، ومن الشرق الخليج العربي، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. ومساحة الكويت نحو 6500 ميل مربع، وطبقا لآخر تعداد رسمي يبلغ عدد سكان الكويت نحو 3/4 مليون نسمة. ومناخ الكويت يميل إلى الحرارة، ولكنه جاف ولطيف، وتوجد مكيفات الهواء في المنازل والمكاتب والفنادق والعربات، كما أن لون البحر الأزرق الفاتح يجعل شهور الصيف ممتعة للزائرين. ومن معالم الكويت الجغرافية المميزة خليجها الكبير بما يحويه من جزر تبلغ مساحتها 1000 كيلومتر مربع، وأهم هذه الجزر هي جزيرة فيلكة. وتقع هذه الجزيرة في الجانب الشمالي من جون الخليج، ويبلغ طولها 7 أميال وعرضها 3. وقد أدت الحفريات الحديثة التي قامت بها الدولة في الجزيرة إلى إماطة اللثام عن آثار الاستيطان القديم، خصوصا من موقعين هامين بالجزيرة. ففي أحدهما وجدت آثار يرجع تاريخها إلى ما ينوف على 4000 سنة، وفي الآخر آثار ترجع إلى 2000 عام. وتدل الأطلال والنقوش التي عثر عليها في باطن الأرض في الجزيرة على مستوى عال من الحذق والمهارة الفنية في أعمال البناء والحرف اليدوية في عصر الحضارة البرونزية. الفن اليوناني من العصر الإغريقي القديم ممثل في المجموعة الهائلة من التماثيل المصنوعة من الفخار، وكل هذه الكنوز معروضة في متحف الكويت. أن أطلال المعابد اليونانية التي اكتشفها الإثريون تدل على المستوى الثقافي القديم الذي كان طابعا لأهل جزيرة فيلكة في القرن الرابع قبل الميلاد. كما يوجد أيضا في متاحف الكويت بعض المجموعات الرائعة من الخزف والأشياء الأخرى
ذات التاريخ الماضي العريق، وتعتبر شواهد على وجود نشاط تجاري هائل لسكان الجزيرة في ذاك الحين مع دول البحر الأبيض، وعلى الأخص مع اليونان وروما القديمة. وقد وصلت هذه الأشياء بطريق البحر، وربما يكون بعضها قد ورد مع القوافل عبر الصحراء. كثير من هذه الأشياء يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي، أي منذ 2500 سنة قبل الميلاد، مما يدل على الاستيطان القديم في الجزيرة وما حولها، وعلى أن سكان هذه المناطق كانت لهم حضارة ذات طابع خاص مميز. ومن بين الاكتشافات الهامة في جزيرة فيلكة العملات الأثرية المختلفة، وهي تحمل دليلا هاما على طبيعة الشؤون السياسية والاقتصادية للحضارات التي كانت قائمة في فيلكة في العصر اليوناني القديم. وحوالي القرن الرابع قبل الميلاد بنى الإغريق معبدا في جزيرة فيلكة يشبه معبد دلفي، إذ أن قواعد أعمدته كانت مبنية طبقا للطراز اليوناني، وربما تكون القواعد المستديرة المنقوشة هي فقط التي استوردت من تيرسيبوليس في فارس القديمة. وخليج الجزيرة ذو منظر خلاب رائع، وخلف شاطئ الجزيرة الجميل توجد أرض ما زالت تحوي الكثير من الأسرار التي لم يكشفها بعض الأثريون، أسرار ثمينة ما زالت مختفية في بطن الأرض، فتحت رمال الصحراء لا توجد ثروة الكويت المدفونة فحسب، بل وتوجد أيضا شواهد على ماضيها المجيد.